محمد العدلي بيتر جريستي محمد فاضل باهر محمد عبد الله الفخراني ومحمود عبد الشكور شوكان زميلي اللي مازال في عنبر دال وتقل اثناء ده عمله المعركه معركه الحريه عشان الصحافه وعشان الحريه محمود عبد الشكور My colleague and my cellmate for more than 8 months. Everyone who has been into this battle, the battle of Hunger Strike has always won. They have never been out of the first.